السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مرض باركنسون في حالاته المتأخرة. كمقدمة هدي فكرة الأول يعني إيه مرض باركنسون علشان نعرف تطور المرض ونقدر نعرف المراحل اللي بيمر بيها وإمتى بنحتاج نتدخل علشان نعالج الحالة لما تكون في المراحل الأخيرة للمرض. مرض باركنسون من الأمراض المنتشرة جدا، يعني في بيوجد حوالي 5 مليون مريض على مستوى العالم مصابين بباركنسون، ومتوقع ان سنة 2030 العدد ده هيتضاعف، يعني الزيادة بتاعته زيادة مرتبطة بالتقدم في العمر نتيجة لتحسن الرعاية الصحية لكبار السن. فمتوقع ان في المستقبل بيكون الاعداد بتتضاعف بطريقة اكتر من الضعف. دي اهمية المرض من حيث العدد. لما نيجي نتكلم دلوقتي هعمل مقدمة بسيطة عن مرض باركنسون، ازاي احنا بنتعرف عليه والمريض بيكون شكله الاكلينيكي عامل ازاي. احنا اي مرض باركنسون بيتميز بالبطء في الحركه، دي اهم علامه بتميز المريض، يعني بنلاقي المريض بيتحرك ببطء، بيمشي ببطء، ممكن يكون في انحناء او مفيش انحناء. فاول المرض ما بيكونش فيه انحناء، لكن اللي بيميز المريض هو ان هو بيسير ببطء. بنعرف البطء ده ازاي؟ لما المريض بيجي يقوم من على الكرسي ما بيقومش مره واحده، بيقوم على 3 4 مرات، يعني بيقدم على طرف الكرسي كل شويه زي ما انا بعمل كده 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 كده، وبعدين يوطي لقدام علشان ما يبقى هو ما بيقدرش يقف مره واحده، لان مركز الجاذبيه المفروض يكون قدامه علشان يقدر يخليه يقدر يقف. فلو لاحظنا مريض بيقف بالطريقه دي بيبقى معنى كده ان هو عنده بطء في الحركه. بنلاقي المريض لما يجي يزرر القميص بتاعه او يفكه بياخد وقت كتير علشان يزرره ويفكه، ده بيدينا بطء في الحركه. العلامه الثالثه ان احنا بنقول للمريض اعمل كده واعمل كده، فاذا المريض بيعمل ببطء على قد ما يقدر ده معناه ان في بطء في الحركه. وبنطلب الاختبار ده على الناحيه اليمين والناحيه الشمال، لان عندنا مرض باركنسون الاصلي بيبدا في ناحيه واحده من الجسم، ده لما بيكون المرض في اوله. طبعا احنا مش بنشخص مرض باركنسون بعلامه واحده اللي هي البطء في الحركه، لكن ممكن المريض يكون عنده بطء في الحركه وتكون دي العلامه المميزة للمرض، واحنا بنعرفها لما بنشوف المريض وهو داخل عليا في العيادة او هو ماشي، بتلاقي الحركة بتاعته مسافات الخطوة ضيقة وبيتحرك ببطء، يعني المسافة من مسافة الخطوة نفسها بتكون صغرت وبيتحرك ببطء. ممكن يكون مشي فترة قبل ما يجي العيادة، فالمريض في الاول بيكون فيه صعوبة في الحركة، يعني الحركة بتكون بطيئة جدا في أول بداية الحركة، بعد كده بتبدأ تتحسن. لكن الحاجة المهمة جدا اللي بتبقى باينة في خطوة المريض إن هو ما بيرفعش رجله من على الأرض. يعني إيه؟ يعني إحنا لما بنمشي بنرفع وش طرف رجلنا للأعلى وبننزلها، ده المشي الطبيعي كده. مريض باركنسون بيمشي كده، لذلك مريض باركنسون ممكن يتكعبل وممكن يقع. فلما ألاقي مريض بيمشي كده معناها إن في مشكلة عنده في الجيت أو مشكلة عنده في المشي. دي طبعا حاجات احنا بنلاحظها كاطباء، لكن ممكن اي حد يلاحظها لو خد باله، يعني مريض بيتحرك ببطء. حتى ممكن المريض ما يقدرش يتقلب في السرير، يعني يقول لحد ساعدني ان انا اتقلب، ساعدني ان انا اقعد، معنى كده في صعوبه في الحركه وبطء في الحركه. العلامه الثانيه لمرض باركنسون هي الرعشه. الرعشه من الحاجات اللي بتميز مرض باركنسون في صغار السن. احنا عندنا مرض باركنسون له وقتين بيظهر فيهم، الوقت الاولاني حوالين 45 سنه والوقت الثاني حوالين 70 سنه. يعني اللي عنده 45 سنه لما بيوصل 70 سنه بيبقى عنده تقريبا اكتر من 15 20 سنه عنده المرض، لكن اللي بيطلع عنده المرض في 70 سنه بيكون لسه المرض بادئ عنده وهو عنده 70 سنه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي عنده المرض هو عنده 45 سنه، لما بيوصل 70 سنه بيكون في مرحله المضاعفات. لكن المريض اللي بيجي له باركنسون وهو عنده 70 سنه بيكون لسه في اول المرض، الفتره اللي هي بنسميها الهانيمون او الفتره اللي بيستجيب فيها المريض على الليفودوبا. طيب الرعشة بتكون مميزة لمرض باركنسون في صغار السن، لكن في كبار السن مش لازم الرعشة تكون موجودة علشان اشخص المرض، ودي من الحاجات المهمة اللي انا لازم اخد بالي منها، ان في كبار السن الرعشة مش لازم تكون موجودة. لان لما بنقول للاهل ان المريض عنده باركنسون او عنده شلل رعاش يقول لك ده بابا مش بيترعش، فدي مش من العلامات اللي لازم تكون موجودة. لكن العلامة دي اهميتها ايه؟ لو هي موجودة في مريض كبير السن بتديني معلومة ان المريض ده من المرضى اللي هيستجيبوا على العلاج. ايه ده، هو في مرضى مش بيستجيبوا على العلاج؟ في، وهنقولها بعد شوية. يبقى اذا العلامة التانية هي الرعشة. العلامة التالتة وهي فقد المرونة، مرونة العضلات. العضلات بتفقد مرونتها. يعني ايه بتفقد مرونتها؟ يعني انا لما بمسك ايد المريض واحركها كده او احركها كده المفروض ما الاقيش مقاومة، زي ما انا بعمل مع نفسي كده دلوقتي. لما بعمل الحركة دي مع المريض بلاقي الحركة فيها صعوبة، ما بقتش لينة زي الاول. طيب انا كطبيب لما اجي اعمل الحركه دي للمريض، المريض بيساعدني، فانا اتخدع اقول ايه لا الحركه كويسه لان هو بيساعدني، لكن هو في الواقع لا
لو المريض مش مركز مع ايده الحركه دي هتبان. طيب ازاي انا اخلي المريض ما يركزش مع ايده؟ اخليه يعمل بايده التانيه كده عشان يبقى مركز مع دي وسايب دي، وافحص الحركه هتبدا تبان الايه الصعوبه في المقاومه في الحركه. في نقطه مهمه هنا، ان التوتر العضلي بيزيد في العضلات الاماميه والعضلات الخلفيه، يعني وانا بفتح الاقي فيه مقاومه وانا بقفل بلاقي فيه مقاومه، ولازم احرك الايد ببطء ما اعملهاش بسرعه، لو عملتها بسرعه مش هقدر القط الايه البطء زياده التوتر العضلي. اهميه ان هو بيجي قدام ورا ايه، ان المريض بتاع الجلطه التوتر العضلي بيزيد قدام بس، بمعنى ايه؟ لما اجي افتح ايده بلاقي مقاومه، لكن لما اجي ارجعها ما بلاقيش مقاومه. يبقى اذا لما المريض يجي له جلطه وتكون الجلطه خفيفه وبعدين المريض مش قادر يمشي، افكر ان في سبب تاني، فبعرف افرق بينهم ازاي. ان انا لما بفتح ايده والاقي مقاومه وارجعها يبقى المشكله في الجلطه، لما باجي ارجعها بسهوله يبقى دي مفيش مشكله الا الجلطه، لكن لما اجي افتح الايد والاقي صعوبه واجي ارجعها الاقي صعوبه يبقى مش الجلطه بقى هنا، يبقى في سبب تاني مع الجلطه هو اللي مسبب المشكله. ودي بنلاقيها كتير جدا في كبار السن، ان هم بيتهموا ان الجلطه هي السبب بينما المريض بيكون عنده مرض باركنسون والاهل مش عارفين، لان قبل ما المريض بتجيله الجلطه كان بيمشي وبيتحرك، صحيح بيمشي ببطء بس مش عامل مشكله لنفسه ولا للناس اللي مع اللي حواليه، ولا بيقع ولا بيشتكي من حاجه. لما جت الجلطه المرض ظهر، مرض باركنسون ظهر على السطح وبقى هو المسيطر على الحاله. احنا عندنا ثلاث علامات مهمه: البطء في الحركه والرعشه وزياده التوتر العضلي. طيب الثلاث اعراض دول بيدوني حاجه اسمها متلازمه باركنسون. يعني ايه متلازمه باركنسون؟ يعني في امراض كتير فيها الثلاث حاجات دول، في اكتر من 12 مرض بلاقي فيهم الثلاث اشياء دول. ممكن الاقي حاجتين، يعني ممكن الاقي بطء في الحركه وزياده في التوتر العضلي، ممكن الاقي رعشه وزياده في التوتر العضلي، ممكن الاقي رعشه وبطء في الحركه، يعني اثنين من ثلاثه بيشخصوا المتلازمه اللي هي 12 مرض. طيب احنا ليه بنقول المتلازمه؟ ليه ما بنقولش مرض باركنسون ونخلص؟ هي بنسميها مرض متلازمه باركنسون. مرض باركنسون هنا واحد من ال 12. طب ليه هو مميز؟ لان هو النوع الوحيد اللي بيستجيب على الدواء. الدواء اللي احنا بنستخدمه في مرض باركنسون اسمه ليفو دوبا، ده الاسم العلمي بتاعه، اسم التجاري السينيميت والمادوبار. سينيميت ومادوبار، المادوبار مش متوفر عندنا في بلادنا العربيه، السينيميت هو المتوفر، عشان بس نبقى عارفين اسامي الدواء لما نتكلم عليها. يبقى ليفو دوبا هو السينيميت. بعد كده انا هستخدم كلمه السينيميت بدل الليفو دوبا عشان تبقوا عارفين اسم الدواء. طيب يبقى قلنا مرض باركنسون الاصلي هو المرض الوحيد الذي يستجيب على الليفو دوبا. طب وبقيه ال 12 مرض بيستجيبوا جزئيا. يعني ايه جزئيا؟ يعني تلاقي في مع عمليه استخدام الدواء في تحسن بسيط في الحاله. مرض باركنسون بيتحسن بصوره ملحوظه جدا، يعني المريض بيقول لك انا كنت فين وبقيت فين، لكن المريض اللي عنده المتلازمه بيتحسن وبيتحسن بدرجه طفيفه، وبعد شهر التاثير بيروح، وبرجع بحتاج ازود الجرعه كذا مره عشان اوصل لنفس التاثير. بعد كده المرض الدواء ما بيجيبش نتيجه، في خلال شهرين ثلاثه خلاص مهما زود مش هيجيب نتيجه، لكن في مرض باركنسون الدواء بيجيب نتيجه لمده 10 15 سنه. يبقى اذا لما انا بستخدم الليفو دوبا او السينيميت مع مريض الباركنسون الاصلي متوقع ان الدواء يجيب نتيجه لمده 10 سنين. طيب المشكله بقى ايه؟ ان المرض ده مرض مزمن ومتدهور، يعني مهما بدي الدواء بعد فتره نقول مثلا 5 سنين، المريض بدل ما كان بيستخدم 3 حبات في اليوم هيحتاج يستخدم 4، ويحتاج يستخدم 5، ويحتاج يستخدم 6. ليه؟ لان بمرور الزمن المادة المؤثرة لليفو دوبا بتفقد تأثيرها على المخ، والفترة اللي بيكون فيها الدواء شغال وجايب نتيجة اللي هي المفروض بتتراوح من 4 ساعات إلى 6 ساعات عند بداية استخدام الدواء لأول مرة، على مدار السنين الأولانية بتبدأ المدة دي ال4 ساعات تقل، تبقى 3، بعدين تبقى 2، وبعدين تبقى 1، فبيضطر المريض ياخد كذا جرعة في اليوم علشان يقدر يحصل على نفس النتيجة. طيب لما المريض بياخد جرعات كتير إيه اللي بيحصل له؟ بتحصل مشاكل، بتحصل اعراض جانبيه، وهنا بيبقى معناها ان المرض كده بدا يدخل في المرحله المتطوره. المرحله المتطوره من المرض بتتميز زي ما قلنا بعدم الاستجابه لحبه 3 مرات في اليوم، وان المريض بيحتاج يزود الجرعه. بعض الناس بتاخد 6 حبات في اليوم علشان تقلل المسافه اللي بيكون فيها الدواء مش جايب نتيجه. فلما المريض بيرفع الجرعه ل5 أو 6، وفي كبار السن ممكن لما يرفع ل3 تحصل له مشاكل، يعني لو هو بياخد 2 الدنيا حلوه، خد 3 تحصل مشاكل. ايه بقى المشاكل؟ صغار السن اللي هم 45 سنه يبدا يحصل لهم حاجه اسمها ديسكاينيزيا. يعني ايه ديسكاينيزيا؟ الكلمه دي نعرفها، ديسكاينيزيا يعني حركه لا اراديه بتؤثر على المريض.
بتبقى عامله ازاي الحركه اللا اراديه؟ بتلاقيه يا اما راسه بتتحرك غصب عنه او دراعه او كتفه او ايديه بتتمد او رجليه بتتعوج او كده. الحركه دي بتبقى مش قادر يسيطر عليها وممكن توقع المريض لو هو بيمشي، يعني لو هو ماشي والديسكاينيزا دي حصلت اثناء المشي سهل جدا المريض يقع ويتكسر. طيب الديسكاينيزا دي من الحاجات المزعجه جدا، لكن وسببها ان احنا زودنا جرعه الدواء. طيب بنوصل هنا لنقطه ان لو المريض ما خدش 6 حبات في اليوم او 5 حبات في اليوم مش هيتحرك، ولما يتحرك هتجيله ديسكاينيزي. فبنبقى احنا واقفين مش عارفين نعمل ايه، يعني عشان المريض يتحرك لازم تجيله ديسكاينيزي، ولو المريض خلى بدل 5 حبات 4 مش هيتحرك، لازم ياخد الخمسه، ولو خد الخمسه هتجيله ديسكاينيزي. يبقى احنا هنا وقعنا في مشكله ان حاجه بنسميها اون اوف. اون اوف زي ما اكون بفتح كبس النور واطفيه، لو كبس النور مفتوح بتحرك، بس عشان هتحرك هتحمل ان يجيلي الديسكاينيزيا. لو اخدت اقل من كده كاني عملت اوف المريض يقعد زي الخشبه ما بيتحركش. يبقى انا هنا عندي مشكلتين ضد بعض، الحركه الزايده قوي، ولو قللت الجرعه المريض ينشف ويقعد وما يقدرش يسيطر على ما يقدرش يتحرك خالص. دي المرحله اللي بيكون فيها المريض من حيث الحركه وصل لمرحله بنسميها Advanced Parkinson's Disease او المرض اللي وصل للمراحل المتاخره. طيب هنا العلماء حطوا مواصفات وطريقه معينه لعلاج المرض في هذه المرحله. هنكمل في الفيديو الجاي احدث طرق العلاج في هذه الحاله وازاي احنا بنتعامل مع المريض في هذه المرحله.